الله يسعد لي مساكم جميعا متابعينا الأكارم قناة زمن الجميل Beautiful Times. معكم سام فيدال، بتمنى كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. اليوم عندنا ريفيو لسماعات ياماها NX-E800. سماعات هدول أنا استعرتهم من محل شيراز للصوتيات، موجود هون في بيروت. بحط لكم الرقم الموبايل تبعه، عنده تيرن تيبلز أمبليفايرز، كلها ماركات قديمة مستعملة بوضع جيد، بيعمل ريستوريشن للفومز للسماعات للفورمايكا اللي عليها، بيعمل لها ورنيش، بيعمل ريستوريشن، وهذا بتقدر تتواصلوا معه بخصوص الأسعار. اليوم حلقة اليوم هتكون عن استعراض السبيكرز سماعات ياماها. سماعات ياماها، طبعا احنا اول شيء نعمل انترو شركة ياماها. شركة ياماها لعيب كبير، لعيب كبير كبير، كيف انت بتقول مارادونا وبتقول رونالدو، الأسامي الكبيرة هاي. بالصوتيات ياماها عندك بيعملوا تقريبا كل شيء، عندهم كفرج حتى الانسترومنتس، يعني بيعملوا من أجود أحسن أنواع البيانو، البيانو بيعملوه الياماها، بيعملوا جيتار، بيعملوا ميكروفونات، بيعملوا اون ستيج اكويبمنتس، يعني مثلا اكويبمنتس للحفلات، سبيكرز، بيعملوا اون بورد هاي الكنترول اللي بتوزع للسماعات، بيعملوا أجهزة للإذاعة وللتسجيل وللبرودكاست، بيعملوا كل إشي تقريبا يخطر على بالك غير الإكسسوريز للصوتيات، غير السوفتوير وكل شيء. شركة ياماها شركة كبيرة كبيرة، وطبعا فرع الصوتيات احنا عم نتكلم فيه، لسه في عندك أفرع كتيرة للمارين، يعني للشغلات البحرية، للموتورسايكلز، عندهم كتير أقسام، شركة كبيرة وشركة يعني أنا كتير فخور فيها. اليوم نتكلم عن السبيكرز اللي هم الـ NX-E800. السماعات هدول أنا تقريبا إلي يومين عم بستعمل فيهم all the time، يعني الديلي درايفر من أول النهار لآخره، وكمان اليوم بصراحة عندي شوية ملاحظات عن السماعات. بس بالأول بتعرف أنا لما دخلت على شركة ياماها وقعدت أطلع على الكونستركشنز تبع السماعات كيف بيصنعوا، لأنه لاحظت الخشب لما تطلع على السماعة الخشب تبعها مختلف، فأنا كان عندي فضول بدي أعرف السماعة هاي مصنوعة أي نوع من الخشب. ما تقوليش إنه نفس الخشب تبع السبيكرز تبع الفيليبس ولا تبع البيونير ولا لا، هذا غير الخشب، هذا ملمسه ورنته غير، وزنه تقيل، عرفت علي؟ فدخلت حبيت أعرف شو نوع، هل هو خشب الباين مثلا، خشب سنوبر أو شجر السنوبر أو شجر الأرز أو إشي زي هيك، الأشجار اللي في المناطق الباردة، الخشب تبع اللي بيكون تقيل. فما لقيت معلومات، بس استغربت إنه شركة ياماها بيستعملوا بحدود 60 نوع من الخشب في تصنيع السبيكرز تبعتهم. 60 نوع من الخشب، 60 نوع مختلف من الأخشاب. هون السبيكر هذا أنا حسيت إنه الخشب اللي فيه تقيل على الدرايفر، على السماعة كتير تقيل، يعني كتير كاتم الصوت، عامل دمبينج للصوت على الصوت الواطي. يعني على سبيل المثال، لو أنت عندك الأمبليفاير 100، تحت العشرين في موجات صوتية ميدي يعني بالميد رينج، هتلاحظ انه الموجات هاي السماعة عم تمنعها انها تطلع، الفوم او الربر تبع السماعة حسيت انه قاسي شوي، فعلى الصوت الواطي عم تحس انه بيمسك بعض النغمات، مش كل النغمات، بس لما تعلي الصوت بيصير الصوت روعة. الجماعة هون بالكونفيجريشن زي ما شفت انا في الموقع تبعهم بيعملوا تيست اختبارات للسماعات تخطرش على بالك، يعني عندهم اختبار بيقولوا له الرين فورست تيست، هاي بحطوا لك السماعات جوا غابة من الغابات الممطرة وبيشغلوها لفترة 500 ساعة متواصلة، وبعدين بيرجعوا بيجيبوها على المختبر تبعهم وبيفكفكوها وبيصيروا يشوفوا الديستورشن وشوفوا شو اللي تغير فيها، بيقيسوا التفريغ الضغط الهواء من السماعة،
فبصيروا يشوفوا شو اللي صار تأخر عليها، يعني بيعملوا اختبارات متقدمة. واحد من الاختبارات كمان انه بيحطوا السماعات جوا فريزر وبيوصلوا لها الامبليفاير وبيشغلوها جوا الفريزر وبتركوها لغاية ما تتجمد، يعني يصير التلج كله عليها وبيشوفوا انه قديش، ما بعرف شو اللي بدي يوصلوا له، ما في تفاصيل بس انا شفت كذا صورة. بيعملوا كتير اختبارات. هاي الجماعة حريفة، عشان احنا نكون بالصورة، هاي الجماعة حريفين وعارفين شو بيعملوا. بس اليوم سمعت اليوم هاي حسيت انه اليماها لما صنعوها كان يمكن عم بيحاولوا انه يعملوا الوود كابينت او الصندوق تبعها، حسيت ان هم عم بيعملوه زي كأنه جزء من الصوت، يعني جزء من النغمات اللي انت بتسمعها. الوود كابينت انه هي جزء من الصوت اللي بتسمعه. كيف؟ شوف انت لما تقعد تسمع، ماشي، في ناس بتسمع الاغاني وبتلاقيها مثلا انه كله زي بعضه، في ناس لا، في ناس مثلا بيهتم جدا للكواليتي تبع الصوت. الياماها هي بتدور على هدول الناس اللي هم بده كواليتي، يعني بده كيف انت مثلا، احنا نعطي مثال على السريع منه انا فشاطر بالاكل، الشوكليت موس كيك. شو هي الشوكليت موس كيك؟ هي عبارة عن جاتو وفوقه شوكولات كريم وفوقه شوكولاتة بحليب طبقة، وبعدين فوقه شرايح شوكولاتة مرة، شوكولاتة سودا، وفوقه شوية بلو بيري. سأنت لما تاكل منها هتلاقي انه الجاتو اسفنجي، الكريم طعمتها دايبة بتتم، الشوكولاتة اللي فوق بتقرش نص قرشة اللي هي شوكولاتة بحليب، الشوكولاتة المرة بتقرش كتير. انت لاحظت انت كيف التسلسل بالطبقات، وكمان الطعم كل واحد عنده طعم معين. الشوكولاتة المرة غير الطعم السفنجي للجاتو، غير الشوكولات موس اللي هي الكريمة، كل واحدة عندها طعم. هاي الطبقات، غير انه مثلا العليق او البلو بيري في قرصة حموضة انه بيعمل سباركينج هيك شفت الطبقات هاي والتشكيلات هاي، هي اللي احنا عم نحكي عليها اليماها اللي بيعملوها. يعني بيعمل لك صوت رنان. طريقة كبس الخشب عندهم غير السبيكرز التانيين، بيحطوا غرة وبيكبسوا الكابينت مع بعضها وبيتركوها تنشف على راحتها، ما في حرارة، ما في تسخين، وما في انفورسمنت يعني كليب او براغي حديد او شيء، لا، خشب بخشب، وبكون عاملين اخاديد من جوا انه يسيطروا زي ريفلكتنج بليتس او الواح عاكسة عشان توزع الصوت. فهو يعني بيور انجينيرينج الشغل تبعهم. فزي ما انت بتسمع، زي ما انت بتستمتع مثلا بالشوكليت موس تاكلها بتحس اربع خمس نغمات، اربع خمس طعمات باربع خمس مذاء او طريقة مضغ لنفس الشوكولاتة. الياماها كمان عاملين لك انه سبيكر تبعهم يسمعوك البطانة، يسمعوك الدفء، خصوصا بالالات الوترية، العود، الكمان، الاوركسترا. هاي السماعة مش بيز، يعني مش سماعة جيمينج انه تسمع، مع انه البيز تبعها انا شايفه كويس، بس بنرجع بنقول هاي مش سماعة بيز ولا سماعة، هاي سماعة للناس الدويقة اللي بيحب يسمع بطانة الصوت، الدفء، النغمة اللي هي تحسها حريرية هيك مخملية، عرفت علي؟ زي المذاء المرمري اللي تحس انه في شيء، مش بس سبيكر شغال، لا، هاي في منظومة من النغمات. فبتحس انه الكابينت نفسها بترن، بتعمل نغمة، كيف الهيكل او البادي تبع الطبلة، لما انت تضرب على الطبلة بتلاقي الطبلة بترن، الرنة الطبلة هاي هم نفس الموضوع، لانهم بيصنعوا آلات موسيقية فبيعملوا نفس الموضوع. السبيكر لما يشتغل يكون مثلا فرونت فايرينج او قدام، الرفلكس تبع البيز تبعه بيعمل لما يفضي الضغط من ورا من الجريل تبع الهواء، حاسبين لك الكبر تبع او المساحة الفتحة بطريقة ان لما يطلع الهواء او يدخل
يصير في الكابينت نفسه رنة فبترن هي معه وبتحس انه مش بس الووفر او الدوم تويتر هو اللي عم بيعطي الصوت، لا كمان الكابينت عم تعطي طبقات عميقة من الصوت. ففي الموضوع فيه انه نفس موضوع الكيكة في طبقات، هذا اللي عم بحكي عليه. وحاطط لك انه 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 هاي بروفايل دوم تويتر 2 سنتي ونص اللي هو هذا شايفينه، هذا التويتر هذا بيقولوا دوم تويتر، هذا السوري هي لانه جلوسي تنظيفها حاولت انظفها بس بتعرف البصمات بتلزق فيها وبتعش تروح. طيب بدها سبراي وهذا، بس انا مسحتها بمحرمه. هذا الفوم اللي انا حسيت انه شوي قاسي، درايفر شايفينه 13 سنتي، هاي العرض تبعها 18 سنتي ونص، 18 سنتي فاصلة 6 ملي، 22 سنتي، شوف العمق 22 سنتي شايفينها 22 سنتي. طيب الارتفاع 30 سنتي، يعني من هون لهون 30 سنتي. وهذا هو الجريل من وراء الفتحة تبعيته شايفينها هاي، طبعا المحل ما بتركب مسامير. مع انه في السبيسيفيكيشنز تبعت السماعه، سوري لانه مسكتها بايدي طبعا بتطبع بايدي، فهي معموله انها تنحط زي تحفه، يعني مش انه كل شوي تمسكها، لانه بتترك اصابع ايديك. انا لسه لما قعدت احطها فتركت اصابع، مش اول مره اسجل، فبعتذر بس على البصمات اللي على السماعه. السماعه هي اتفرجت على السبيسيفيكيشنز تبعونا، حسيت انه على الصوت الواطي في نغمات بتنبلع، يعني ما بتطلعش. شو السبب؟ حسيت انه هم مركزين على الميد رينج الهاي وتركين لك العمق الصوت على الكابينت. حسيت انه الانجينيرينج اللي وراء التصميم السبيكر هذا انه هاي ميد رينج قبل اللو ميد رينج بشوي، يعني مش فل ميد رينج لو، لا يعني من نص الميد رينج اللو لا الهاي ميد رينج اللي هو السبيكر، وتارك لك العمق تبع الصوت كله من الكابينت وحابس لك اياها فتحه جريل صغيره. فانت على الاصوات الواطيه ما راح تسمع النغمه اللي انت بدك اياها تسمعها من يماها، وهذا انا اللي بين معي. عملت مقارنه بينها وبين سماعات البيونير اللي عندي وسماعات السوني، حطيت مقارنه نفس الصوت وعلى نفس الستيريو البيونير هذا اللي عندي اللي هو الام جي 510. الام جي 510 طبعا الايكولايزر فلات، يعني مش عامل له، لا كله زيرو، والفوليوم فيه محطوط 80%، وبالنسبه للاي او اكس موصل عليه التليفون عندي فلاك فايلز، يعني لوزلس، يعني ما مش ام بي 3، فلاك فايلز اللي هي كواليتي اعلى. طيب والفوليوم على التليفون 70%، ما حطيتوش ماكسيموم عشان ما يكونش الصوت مضغوط كتير، على راحته، لانه انا عم بستعمل اكوستيك في النهايه، مش محتاج صوت عالي، بس يكون صوت نقي وعميق. فبيهمني انا هون انه لما تسمع تشوف الطبقات الصوت وتركز بالرنة وتسمع صوت الدور اللي بتلعبه الكابينت او الصندوق تبع السماعة والماتيريال اللي فيه على نفس الاغاني ونفس الصوت ونفس الفوليوم للتليفون وللامبليفاير. هنشغلهم كلياتنا ونشوف، وانتوا بالتعليقات قولوا لي مثلا ايش اللي حسيتوا انه صوته احسن. اول شيء احط لكم التسجيل اللي انا سجلتم، وقولي لي انتو شو رأيكم. كان معكم سام فيدال، بتمنى انه الحلقة تعجبكم. اي حدا واذا هون في لبنان اي حدا عنده استيريو حابب انه يعمل له ريفيو يعطيني اياه، انا بحتاج اني يومين بس اني اعمل ريسيرش عنه واشوف المعلومات وبعدين بعمل له برزنتيشن. في نقطة صغيرة بالنسبة للسماعات هدول، عشان الصوت ما حسيتوش كامل انا في الـ في الـ في الـ في اللو فوليوم، دخلت على سبيسيفيكيشن تبعها عشان اشوف السنسيتيفيتي تبعت السبيكر، فلقيتها 87 ديسيبل. الديسيبل هي وحده قياس
الضجيج الديسيبل. يعني مثلا كيف انت بتقيس التايم بالثانية او بتقيس الريزيستنس بالاوم او بتقيس مثلا فرق الجهد بالفولت او بتقيس شدة التيار بالامبير او بتقيس استهلاك الكهرباء بالواط او بتقيس المسافة بالمتر. الصوت بنقاس بالديسيبل، هاي 87 ديسيبل. كيف بيقيسوا الصوت؟ بيقيسوا الانجينيرينج، بيقيسوا بغرفة مفرغة، بيحطوا السبيكر وبيحطوا المايك مسافة متر، واحد متر منه، وبيعطوله واحد وات، وبيشوفوا قديش بيعمل صوت على السنسر اللي هو الميتر، الساوند ميتر اللي هو زي هذا، زي هذا ساوند ميتر. يعني انا ما اتكلم، شوف هذا ساوند ميتر، هذا بحطوه على ترايبود، لازم يكون قدام هذا السماعات، وبيعطوله وات واحد للسماعة. وشو بيكتب لك هون؟ هذا هو السنسيتيفيتي تبع السماعة. اسا 87 يعني it's not bad بصراحة، يعني it's very good بصراحة، بس وصوته كويس السماعة، بس على low frequency يعني على low volume بحس انه عم تسمع عود، بحس انه في لطشات صغيرة من العود او هيك مقاطع صغيرة راحت، فهمت علي؟ ودائما اللي بيروح اللي هو الموجات العاليه الهاي فريكوانسي بتلاقيها بتروح. مش كل الهاي فريكوانسي بيلقط التويتر، التويتر مش كله، في 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 هاي فريكوانسي انت بتسمعها بس تويتر، وفيني ما بيلقط التويتر، فبتلاقيها ايش ميسنج، بتحسها على الفوليوم. اذا قلنا مثلا اذا هو 100 على 20، تحت ال 20 ما بتسمع، يعني بعض ال فهمتوا علي. اما فوق ال 20 يعني 30 35 40 صوت ولا غلطه، تشوفوا بعينكم وان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك للقناه. كان معكم سام فيدال، بتمنى تكونوا استمتعتوا، مع السلامه.
you.